جمال المحترمة. الله يرحمها الله يرحمها. يتحط كده كلكم عارفينها زميلتكم المحترمة أهم من أي شيء. ده اللي يفرق معايا. عرفت أربي؟ عرفت أربي؟ وجوزها في الآخر خدت مني. كنزرها لي أهم حاجة الكنازير. لما هي ماتت بكنزرها لي. لما هي ماتت أنت بكنزرها لي. بتروحها ليه؟ بتحطي عليها مية نار ليه؟ بتكلبشها وبتنيمها لي زي الكورة ليه؟ ليه؟ هطلب من إعدامهم دلوقتي حالا. ما فيش جلسة تانية لأني مش هستحمل. أنا مش هستحمل أستنى جلسة تانية. إعدامه يا ريس. إعدامه يا سيادة المستشار. إعدامه. أنا الأم المكلومة وبنتها البنت المحرومة من أمها. أنا الأم اللي خلفت 37 سنة بربي في الأخلاق الأول ومليت عينيها من كل المال. وانتوا كلكم كنتوا بتشوفوها.